واصل حماس الشباب للمشاركة في معركة الكرامة بالخرطوم، احتفالات القوات المسلحة بالعيد 69 للجيش كرامة الجيش كرامة الشعب. في ضيافتنا أحد الشباب قادة الكتائب الاحتياطي، أهلا وسهلا. محمد إبراهيم محمد عبد الماجد، قائد كتيبة الكرامة. محمد، الحماس كيف؟ والله الحماس عالي. أنا هسه القوة دي عندنا 3000 ديل جاهزين، وفي واحدين قاعدين ندربهم قالوا بس دارين يشتغلوا سواطير. هنا 5000 نفر. الله أكبر، الله أكبر. القوة دي، القوة دي أنا بنفسي بإذن الله حاخدها وخاش بهم بشارع مدني ده، نوريهم عاد ما عندنا دس. هنا خاشين بندوق ذخيرة وخاشين. ربنا ينصركم ويوفقكم. والآن الدعم السريع قاعدين يرسلوا رسالة لأمهات المستنفرين، خافوا من ناس الاستنفار، يقول يا حجي عليك الله ولدك، ولدك ده عليك الله وريه عشان ما تفقديه. أنا هنا بنقول لك الأمهات دول بيجيبوا لنا أولادهم وقالوا بيولدوا لنا تاني، الله تاني بيولدوا لنا. الله أكبر، أقسم بالله ده لو كملوا حيولدوا لنا تاني. أنا هنا نوريك، أنا هنا ده أمهات الشعب السوداني، النسوان ده بيحبوا الوطن والتراب بتاع الوطن أكتر مننا نحن. لأنه نسوان وطنيات. أنتوا أخرجتم من بيوتهم أزلاء ودارين تجيبوا ديمقراطية؟ والله أنا الديمقراطية دي دار نجيبها لما هنا بالبلي ده نمركم أنتوا ويبقوا عزيزين ومكرمين وفي أوطانهم. نعتبر أنه العيد الاحتفالات بالعيد 69 للجيش هي بداية الانطلاق لكتائب الاحتياطي للمشاركة في معركة الكرامة. والله أقول لك يا أخت الفاضلة، أنت ذاتك مستنفرة معانا جزاك الله خير. اقول لك انه نحن مش احتفال، نحن ايامنا كلها عيد. من اول يوم الصدمه الاولى لما الجماعه دي خانوا الوطن، هم امناء على هذه المناطق، خانوا الوطن بينه، اعتدوا على الجيش قاعدين فيها مناطقهم. 35 فرد من القوات المسلحه استطاعوا ان يردوا 200 لاندي، 200 تاتشر بكل اعداده الحربي، وما كان جاهزين وانتصوا الصدمه الاولى. واستطاعت قوات الشعب المسلحه في يوم واحد ان تدق 80 اكثر من 80 معسكر تابع لمعسكر القوات الدعم السريع، دكتهم في ان واحد. لذلك اقول لك ان احنا منتصرين وجيشنا منتصر من اول الساعات الاولى، دقت الساعات الاولى. بوصي اوريك كلام في ناس ما عارفين انه غادات الدعم السريع، انه حمدتي الساعه الاولى لما عرف الجماعه ال 35 ديل صدوا اراد ان يسلم نفسه ويضم قواته، ولكن هنالك ما حصل من قواته غدر، لانه الامر ليس يكون بيده، وانما دوله الامارات هي تريد ان السودان يتفرتك ويريد ان يجلبوا ناس غيرنا وناس غيرنا. ولكن نحن نقول لهم منو غيرنا؟ منو غيرنا؟ البعز وطنه. اقول لهم نحن نحن الطامه والغم والسلاح الذري، ونحن ولدنا من توب الجبن متعري، ونحن بنركب الهامه الحلال تتعلي تقيدان اكثر من محاول قرن. ما في زول بيقدر علينا نحن، لانه انتصاراتنا من اليوم الاول، وكل يوم تتوالى الانتصارات. 35 نفر ما قدروا عليه، 200 تاتشر ما قدروا عليهم، ودوله النيجر سقطوها 22 نفر. اقول لكم ابشركم والله ما تبقى من الحثاله بتاعت التمرد دي، ان احنا ماشيين ننظفها، لو خشر وطن مرقوا ونجغم الباقي بنتبوا بيضه دي. لو فضت الذخيره، لو فضت ده جاهزين، والنسوان جاهزين، الحرب شغاله والدايات شغاله. I'm gonna go.